ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم. هدخل في الموضوع على طول. بالنسبه للناس اللي بعتت لي في الرسائل على الخاص بالنسبه للكورسات اللي انا ببيعها، في اثنين كورس فقط للبيع. الكورس الاول الا وهو فلاشه عليها 70 فيديو، كل فيديو بيعلمك ازاي تبدا الربح من الانترنت، يعني انت تشتري فلاشه عليها 70 فيديو تتعلم مع نفسك في البيت من غير ما انا اجي لغايه عندك ولا اي حاجه. الكورس ده ثمنه 150 جنيه الفلاشه زائد 70 فيديو. الكورس الثاني الا وهو التدريب العملي، يعني انا باجي لغايه عندك بدربك لمده 3 ايام كل يوم من ساعه لساعتين، بعمل لك ويب سايت، بعمل لك موقع الكتروني، بعمل لك لوجو خاص بيك تشتغل بيه، بوري لك ازاي تنزل المنشور بتاعك او الخدمه بتاعتك او المنتج اللي انت عايز تبيعه للجمهور، بتبيعه ازاي وتستلم فلوس ازاي. بعمل لك 5 صفحات على السوشيال ميديا مختلفين، من ضمنهم فيسبوك وانستجرام وتويتر وفي كي، وطبعا في كذا حاجه ثانيه على بالك ان شاء الله في الدوره دي. الكورس الاول اللي هو الفلاشه زائد 70 فيديو، تشتري الفلاشه ب 70 فيديو ب 150 جنيه. الكورس الثاني هو ان انا باجي لغايه عندك بدربك لمده 3 ايام كل يوم من ساعه لساعتين على حسب ظروفك انت، وبتتعلم ازاي تنزل المنشورات بتاعتك، ثمنه 300 جنيه زي ما احنا قلنا. الحاجه الثالثه ان انت ممكن تتابع الفيديوهات اللي انا منزلها على القناه عندي مجانا، وان انت تتابع كل المواقع اللي فعلا اللي متجربه اللي هي بتكسبك فلوس وانت قاعد في البيت من خلال العمل المنزل والربح على الانترنت. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش الاشتراك في القناة والدعم، وشكرا لكم، أشوفكم.